أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الأمانة، وهي من القصص المثيرة والمشوقة، أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. 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 كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. انتشرت النجوم في السماء الصافية في تلك الليلة تحاول أن تفرش السماء بالأنوار في محاولة بائسة أن تتحدى بهاء ضياء القمر المكتمل كمصباح منير يهدي المسافرين. وهناك في أرجاء الصحراء الشاسعة والواقعة على حدود واحة السلام، امتدت قافلة تأسر الأبصار وتتحرك وسط كثبان الرمال والتلال. يتقدمها على ظهر الجمل قائد همام كبير في السن والمقام يدعى زكريا، والذي قضى أكثر من نصف سنوات عمره والتي تجاوزت 45 في حماية القوافل من وإلى واحة السلام. كان السيد زكريا يشعر بالسعادة والحبور وقد شرف على حدود الواحة والتي تنتظر تلك القافلة بفارغ الصبر، فهي لا تحمل أرباح وأموال التجار وحسب، ولكنها تحمل كذلك الطعام والمعونة والمدد لهم بعد فترة طويلة من ضيق الحال والجفاف. وبالطبع كانت الحراسة مكثفة حول القافلة، حيث تحرك الفرسان من حولها في حيطة وحذر، يحملون دروعا مصقولة ويتجولون بين الجمال والعربات يترقبون أي علامة للخطر. وبينما تتقدم القافلة في هدوء الصحراء مساء، كان السيد زكريا يرمق الأفق في شوق ولهفة وينتظر رؤية مشارف الواحة مع بزوغ الفجر، ولكن شيئا ما في أعماقه قد تحرك، فنظر إلى الأمام ليرى طيورا في السماء تحوم. كان الدليل زكريا يعلم هذا المشهد جيدا بحكم الخبرة في هذه الصحراء القاحلة، وهذا المشهد لم يكن علامة خير أبدا، فتلك الطيور وفي ذلك الوقت لا تتجمع إلا في انتظار موت أحدهم للفتك به أو فريسة ما في تلك المنطقة. تقدم زكريا بسرعة وطلب من تابعه المخلص الشاب غيث أن يلحق به مع بعض الرجال للمساعدة، لعل شخص ما هناك يحتاج إلى مساعدة. ومضى وقت قليل حتى أدرك السيد زكريا الخبر، وتبين أن تلك الطيور الجارحة قد تجمعت حول جملين يتقدمهم رجل قد فتك به المرض وقد سقط أرضا يصارع الموت، وعلى وجهه علامات الإرهاق واليأس. نزل زكريا عن ظهر الجمل وتوجه إلى الرجل الملقى أرضا وهو يحمل إليه بعض الماء، جلس إلى جواره يحاول أن يقدم له الماء وعيناه ترقب المكان. كان الرجل في سكرات الموت الأخيرة وقد ألمت به حمى شديدة وكثرة العرق تدل على أن الأمل في إنقاذ هذا الرجل بات مقطوعا. حاول الرجل أن يقول شيئا ما، فاقترب منه زكريا يسمع تلك الهمسات والكلمات والتي تخرج من أعماق الرجل، حيث قال: أرجوك يا سيدي، إنه ميراث ولدي الوحيد، إنه يتيم مسكين لا سند له ولا عائل، وقد عرفت أنه يعيش في واحة السلام ولا يعلم عني شيئا، أرجوك أخبره أنني أحبه وكنت أتمنى العثور عليه منذ وقت طويل. قال السيد زكريا ومندهشا: لا تقلق يا سيدي، ميراث ولدك أمان في عنقي، فقط استرح قليلا، أخبرني
ما هو اسم ولدك ومن يكون؟ وفي ضعف شديد قال الرجل بكلمات متقطعة للسيد زكريا: لا أعلم له اسم أو من يكون، لقد تزوجت من أمه رغما عن أبي وعائلتي، وعندما سافرت للتجارة تسلط عليها أبي وأخي الكبير، وقد اضطرت للهرب وهي حامل إلى واحة السلام. وعندما عدت من رحلتي وتجارتي أخبروني أنها قد ماتت مع طفلي، ولم أعرف الحقيقة إلا منذ شهور قليلة قبل وفاة أخي وهو على فراش الموت. فقد أخبرني الحقيقة كلها أن زوجتي وما تحمله في رحمها قد فروا إلى واحة السلام، وها أنا قد حضرت أحمل كل ما أملك إلى واحة السلام لأجل ابني وزوجتي لكي أعوضهما عن الشقاء والعناء، ولكن التعب نال مني ولم أستطع الوصول. بالله عليك أيها الرجل الطيب أن تسلم الأمانة إلى ابني الذي لم أره يوما ولا أعرفه. ظهرت ملامح الدهشة والتعجب على وجه السيد زكريا وقال: إذا من تكون أم ولدك يا سيدي؟ ومن أي مدينة أنت؟ حاول أن تساعدني بأي معلومة أستطيع منها معرفة من يكون ولدك، رجاء تماسك قليلا. وفي تلك اللحظة وصل الشاب غيث ومعه رهط من الفرسان إلى موضع السيد والرجل المريض، فنزلوا عن صهوة الخيل وتوجهوا بسرعة لمساعدة هذا المريض والذي كان قد فارق الحياة. وبالفعل نهض السيد زكريا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد فاضت روح الرجل رحمة الله عليه دون أن يخبرني من يكون ولده، ولم أعرف حتى بمعلومة نافعة. يا غيث، خذ الجملين فهما أمانة، ولا بد أن تصل إلى صاحبها في الواحة إن شاء الله. وراح زكريا يتفحص هذا الرجل الميت وقد وجد خاتما مميزا في إصبعه، نزع عنه الخاتم وكذلك خنجره الذهبي والمرصع بالجواهر، وبدأ ينظر في أي علامة أو دليل يدل على من يكون هذا الرجل. بينما تحرك المساعد غيث على الفور يتفحص الحمولة على ظهر الجمل، وما هي إلا لحظات حتى صرخ وقال: يا سيدي زكريا، إن أحد الجملين محمل بصناديق قد ملئت بالذهب والجواهر والياقوت والمرجان، إنه كنز عظيم يا سيدي، كيف لهذا الرجل أن يعبر الصحراء مع هذا الكنز ودون حراسة؟ وعلى الفور توجه السيد زكريا إلى مساعده ليجد أن الصناديق المحمولة بالفعل قد حوت على كنز يفوق قيمته هذه القافلة كلها التي كان يتباهى بها، بل يفوق ما يملك أهل الواحة أجمعين. وهنا وقف السيد زكريا أمام الجمع من الفرسان وقد أدرك أهمية هذه المهمة الإنسانية العظيمة، فلقد اختاره الله الآن ليتحمل أمانة عظيمة ومعقدة، وعليه الآن أن يناضل من أجل حماية تلك الأمانة حتى يصل بها إلى صاحبها والذي لا يعرف عنه شيء، ولكنه دعا الله في قلبه أن يساعده في هذه المهمة الصعبة والتي كانت شبه مستحيلة. وبعد لحظات من الحيرة والتخبط قال السيد زكريا في هدوء وحزم: هذا الرجل رحمه الله قد نالت منه الحمى والمرض، وقد جاء من بلاد بعيدة حاملا أمانة عظيمة، ولا بد أن تصل هذه الأمانة وهذا الكنز إلى صاحبه في واحة السلام. أيها الرجال، إن هذا الجمل وما عليه أمانة عندي قد حملت على كاهلي، وسوف نعود بها للواحة فلا يقربن أحدكم منها. والآن احملوا أخيكم الميت معنا إلى الواحة، وسوف تشيع جنازته إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه. كانت الكلمات واضحة وبسيطة،
وراح الرجال يفعلون ما أمر به السيد زكريا بالضبط، وعلى الرغم من أن عقولهم وقلوبهم كانت معلقة بالكنز العظيم، والفضول يجتاح داخلهم لمعرفة من يكون صاحب هذه الثروة والتي هبطت من السماء. عاد الجميع إلى القافلة لتكمل طريقها إلى الواحة، وبعد ساعات قليلة كانت القافلة على مشارف الواحة يستقبلها الجميع بالترحاب والبشرى والتهليل، حتى نزلت القافلة بالكامل إلى ساحة كبيرة أمام منزل السيد زكريا. وعلى الفور راح كل تاجر يتفحص بضاعته، إلا أن زكريا وقف أمام الجميع وقال بصوت عال وبنبرة حادة حتى يسمعه الجميع: أيها الناس، يا أهل الواحة الكرام، اسمعوا وعوا، لقد من الله علينا بنعم وبركات كثيرة، وقد جئنا إليكم ببضاعة كثيرة وخير وفير، ولكن الله قد ألقى أمانة على كاهلي ولا بد أن تصل إلى صاحبها. وبدأ يحكي على الناس قصة ذلك الرجل الغريب الذي تم العثور عليه على مقربة من الواحة قبل أن يموت. وبالطبع لم يخبر زكريا أحدا عن قصة الغريب كاملة، ولكنه راح يوضح أن هناك أمانة عظيمة لا بد أن تصل لصاحبها، وراح يختم كلامه بقوله: إن إكرام الميت دفنه، وسوف نعمل على غسله وتكفينه ودفنه ظهرا إن شاء الله، وإن أمواله وأمانته عندي حتى نعثر على صاحبها، فمن كان فيكم يعرف هذا الغريب فليتقدم ويخبرني بما يعلم، وكذلك أريد علامة على صدقه. نظر الناس إلى بعضهم البعض وقد تم وضع جثمان هذا الرجل أمامهم على محفة عالية لعل أحد منهم يتعرف عليه، ولكن لم يتعرف عليه أحد ممن حضر في ذلك الوقت. وطلب السيد من غيث المرافق له أن يطوف الأرجاء كلها ويعلن عن وفاة رجل غريب عن الواحة، ويطلب من أهلها التجمع في الساحة أمام المنزل للتعرف على هذا الغريب، ومن يستطيع أن يستدل عليه فله جزيل العطاء. وسرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتسرب خبر الكنز العظيم المحمول على الجمل في حوزة السيد زكريا، وما هي إلا ساعة حتى كان جميع سكان الواحة يقصدون الساحة ويدخلون تباعا لعل أحدهم يتعرف على الغريب ونيل المكافأة. وجاء رجل من أقصى الواحة، وبمجرد أن وصل وشاهد وجه الغريب حتى صرخ وقال: إنه حمزة أخي يا سيد زكريا، إنه حمزة ابن أمي وأبي، لقد غادر الواحة صغيرا ولابد أنه قد عاد بعدما اشتاق لأبيه وأمه. قال زكريا مندهشا وبسرعة: ومن تكون أنت يا هذا؟ هذه المرة الأولى التي أراك فيها. قال الرجل: أنا حازم ابن رشوان الحمال، وأعيش على مشارف الواحة من جهة الشمال. أنت لا تعرفني يا سيدي لأنك كثير الترحال والسفر. قال أحد الواقفين: نعم، نحن نعرفك يا حازم، ولكنها المرة الأولى التي نسمع فيها بخبر أخيك. قال السيد زكريا في نفاذ صبر وغلظة: دعكم من هذا، والآن أخبرني، كيف عرفت أن هذا أخوك؟ لقد قلت أنه قد غادر الواحة وهو صغير. قال حازم متلعثما: وهل يتوه المرء عن شقيقه يا سيدي؟ إنه أخي ولا شك. صرخ السيد زكريا وقال: أنت كاذب يا هذا، إن لم تأتني بدليل وبين واضحة فلسوف أعتبرك شاهد زور ولص، وقد وجب العقاب عليك. ظهر الارتباك على وجه الرجل فحاول الهرب، إلا أن الرجال من حول السيد زكريا قد أمسكوا به، فقال باكيا صارخا: سامحني
بالله عليك يا سيدي، لقد أخبروني أن ذلك الغريب قد جاء بثروة عظيمة، وسوف تؤول تلك الثروة لأحد أقاربه، وأنا لي شقيق قد غادر الواح منذ سنوات طويلة، وقد وسوس لي الشيطان لفعل هذا. هز السيد زكريا رأسه في تفهم، وأمر رجاله بأن يضعوا هذا الرجل في الحبس حتى ينظر في أمره. وبعد ساعة من الزمن حتى جاء رجل كبير في السن إلى الساحة، وأخذ ينظر إلى الغريب فصرخ وشق ملابسه وقال في انهيار واضح: هذا ولدي الوحيد سمعان يا سيدي، إنه ولدي الحبيب. اقترب منه السيد زكريا وقال: ماذا تقول يا عم عمران؟ من يكون ولدك؟ الجميع يعلم أنك لا زوج لك ولا ولد. قال العم عمران والدموع تنهمر من عينيه: إنه ولدي يا سيد زكريا، لقد سافرت في العديد من رحلات القوافل في شبابي، ومنذ 40 عاما تقريبا تزوجت من فتاة في مدينة بعيدة ورزقت منها بولد، وكنت أرعاه ما بين الرحلة والأخرى، فلم تكن زوجتي تحب حياة الواحة والابتعاد عن والدتها، ومنذ 5 سنوات مرضت ولم أعد قادرا على هذه الرحلات، حيث كنت قد طلقت زوجتي وعدت إلى الواحة للاستقرار، وهذا ولدي، ولا بد أنه قد حضر إلى هنا بعد وفاة والدته ليبدأ حياته من جديد حاملا كل أمواله وتجارته. نظر السيد زكريا إلى الرجل مليا ثم قال في نفاذ صبر: أنت تكذب يا عم عمران، لقد علمت بخبر الأمانة والكنز وقمت بتأليف تلك القصة العجيبة، هل لديك دليل على ما تقول؟ قال الرجل بصوت عال وهو يتصنع الانهيار: وهل مثلي يكذب يا سيد زكريا؟ ولماذا أكذب؟ ثم ما هو الدليل الذي تريده؟ أنا أقول أن هذا الغريب هو سمعان ولدي، فهل لديك ما ينفي هذا؟ أم تراك قد طمعت في الكنز لك وحدك؟ وهنا لم يتمالك السيد زكريا نفسه، فرفع يده وكاد أن ينهال على هذا الرجل ويضربه، ولكن الناس من حوله قد منعوه وراحوا يعملون على تهدئته، وانتشر الصخب والهرج والمرج في المكان، والرجل أي العم عمران يكيل الاتهامات ويقول أن الغريب هو ولده الحبيب والذي جاء ليلحق بأبيه. إلا أن غيث المساعد وقف أخيرا وقال بصوت مسموع بين الرجال: انتظر يا عم عمران، والآن رجاء أخبرنا يا سيدي زكريا، لماذا لا تقطع الشك وألسنة الناس وتخبرهم بحقيقة من يكون صاحب الكنز؟ وماذا أخبرك هذا الغريب قبل أن يموت؟ تمالك السيد زكريا نفسه ونهض وقال في صوت عال وسط الجموع: ألم تعرفوا بعد؟ لقد كتمت حقيقة الغريب في صدري من أجل ما يحدث هنا الآن، لقد قررت إخفاء ما أخبرني به هذا الرجل قبل موته حتى أحمي الأمانة من الكاذبين والطماعين، تلك الأمانة لها صاحب، أنا لا أعلمه بعد، ولكني أعلم يقينا أنه ليس عمران وليس ذلك الحازم، جميعهم كاذبون. لقد كان الرجل الغريب يحمل في إصبعه خاتما مميزا، فمن يتعرف على الرجل الغريب لابد أنه يعلم ما الاسم المنقوش على هذا الخاتم. هنا قال أحد الرجال في الساحة: أيها التاجر الأمين، جميعا هنا نعلم أنك رجل صادق العهد ولك عندنا مكانة عظيمة، ولكن تلك الأمانة والتي تتحدث عنها عبارة عن كنز عظيم قد تم العثور عليه قريبا من واحتنا، وأهل الواحة كلهم أولى به بعد سنوات عجاف، يمكنك أن تعمل على تقسيم تلك الأمانة على أهل الواحة، هذا بالطبع إن لم يكن لها صاحب، ولقد سمعنا أن تلك الأمانة
عبارة عن كنز من ذهب ومرجان وياقوت. هل لديك طريقة محددة يمكنك بها العثور على صاحب تلك الأمانة؟ نظر السيد زكريا إلى الجميع وقد شاهد في عيونهم تأييدا وتأكيدا على كلام الرجل. لقد وقع ما كان الرجل يخشاه، لقد ملأ الطمع والجشع قلوب الناس، واتجهت أنظارهم لحق يتيم مسكين في هذه الواحة، وقد استبد الطمع في قلوبهم، وخاصة أنهم قد تأكدوا أن ذلك الكنز لا صاحب له. وقد لمح زكريا في نظرات البعض منهم اتهاما واضحا بأنه يريد أن يحصل على هذه الغنيمة لنفسه، وإلا فما السبب الذي يدفعه لإخفاء ما قاله الرجل الغريب؟ وقد أدرك الفتنة التي من الممكن أن تقع، فهذه الأمانة ثقيلة لن يستطيع الدفاع عنها أمام تلك الجموع الغفيرة. ولذلك قال السيد زكريا وبقوة: أيها السادة، إن تلك الأمانة مسؤولية قد وقعت على عاتقي أنا وحدي، وسوف أعمل على العثور على صاحبها، وإن لم أتمكن من ذلك خلال أسبوعين فقط فسوف أقوم بتوزيعها على أهل الواحة بنفسي وأمام الجميع. وحان وقت الظهر وتجمع الناس للصلاة، ومن بعدها دفن الرجل الغريب في مقبرة الواحة. وبعد تشييع الجنازة وإتمام واجب العزاء تجمع كبار التجار والنخبة من رجال الواحة في منزل السيد زكريا للنظر في أمر الغريب وذلك الكنز العظيم. إلا أن زكريا قال في حدة: أيها الناس، ألا توجد لديكم أعمال وتجارة؟ تلك الأمانة في رقبتي، وهذا كل ما يمكنني أن أقوله لكم الآن. رجاء أريد أن أستريح وأنام قليلا، لقد عدت للتو من رحلة صعبة وطويلة ولم أرى إلى الآن زوجتي وأولادي. تفرق الناس من حول منزل السيد زكريا، والذي نهض متوجها إلى غرفته، ولكنه طلب من مرافقه الأمين الشاب غيث أن يضاعف من عدد الحامية والفرسان حول المنزل، خشية أن تسول لأحد الأشقياء نفسه بسرقة الكنز. وتوجه إلى منزله وأغلق الباب من خلفه وتماسك حتى وصل إلى مخدعه لينام نومة المشتاق للفراش والنوم. مرت 3 أيام ولا حديث للناس في الواحة إلا عن الكنز الموجود في منزل السيد زكريا والوريث الغامض المجهول وذلك السر المبهم. وفي اليوم الرابع بينما جلس زكريا مع زوجته وأولاده يتناولون الطعام شاردا يفكر كعادته مؤخرا، قالت له الزوجة الطيبة: لقد مرت أيام على عودتك يا زوج العزيز الطيب، والنساء في الواحة في كل يوم يقصدونني ولا يتوقفن عن السؤال، وما يحزن قلبي أنني قد علمت الخبر من الناس والجيران ولم أعرفه منك وأنت صاحب المسألة كلها. رد الزوج في هدوء وهو يتنهد وكأنه يحمل الجبال على ظهره وقال: لا حرمني الله المشورة والرأي منك يا زوجتي العزيزة، ولكنه أمر جلل قد سرق النوم من عقلي وضاعت معه راحة البال. ربتت الزوجة على كتف زوجها وقالت: إن الله سوف يجعل لك من كل هم مخرجا، فقط دعنا نتحدث وسوف نجد حلا لما يشغل عقلك إن شاء الله. هيا يا زوجي وعشرتي الطيبة، انهض واذهب إلى مجلسنا وسوف أعد لك كوبا من اللبن وسوف تجد ما يسرك. تبسم السيد زكريا ونهض إلى غرفته الخاصة، وبعد أن جلس وتمدد جاءت زوجته حاملة كوب اللبن وعلت على وجهها ابتسامة حلوة وقالت: لقد سمعت يا زوجي من الناس وعلمت بأمر الأمانة والتي تحافظ عليها، ولكني أريد أن أسمع منك أنت،
تناول الزوج الأمين الكوب وبدأ يتحدث وحكى كل ما حدث في تلك الليلة وقصة الرجل الغريب الذي جاء يبحث عن ولده الوحيد بعد أن هربت زوجته من بطش أبيه وأخيه. وبعد أن سمعت الزوجة كل ما قيل ردت وقالت: فعلا هذه مشكلة عويصة، فالرجل الغريب مجهول تماما، ولا نعلم عن ابنه هذا أي شيء، ولا نعلم حتى إن كان صبيا أم فتاة. أخبرني يا زوجي، ما عمر ذلك الغريب تقريبا؟ رد زوجها وبسرعة: إنه وحسب تقديري في نفس سني، أي أنه قد تجاوز العقد الرابع من العمر. قالت الزوجة في حماس: إذا نحن تقريبا نبحث عن سيدة قد جاءت إلى الواحة منذ 20 عاما تقريبا وهي حامل، تحمل حقدا على ذلك الغريب وأخيه، وقد عاشت هاربة من بطشهم ولا متاع لها أو مال، وصاحب الكنز هذا الآن في سن الزواج. هذا الأمر يا زوجي لا يصلح إلا لسيدة مثلي تستطيع أن تدخل منازل السيدات في الواحة كلها. رد زوجها وقال: وحتى تدخلي منازل الواحة سوف نحتاج لأسابيع وليس لأيام. تبسمت الزوجة وقالت: لقد حضرت لي فكرة ربما تساعدنا في حل هذه المعضلة. وراحت الزوجة تشرح لزوجها خطتها والتي كانت بالفعل عبقرية، وقد اتسعت عينا زوجها إعجابا وانبهارا بتلك الفكرة. وبعد ساعة من ذلك الموعد كان المنادي يطوف الواحة كلها يخبر ويقول: يا أهل واحة السلام الكرام، أبشروا، لقد قرر السيد زكريا المساهمة في زواج الشباب والشابات في هذه الواحة وأن يساهم في عفتهم وتحصينهم، فعلى كل سيدة لديها فتاة وترغب في تزويجها، وعلى كل شاب يرغب في الزواج أن يتقدم إلى منزل التاجر زكريا ويقوم بالطلب منه، وقد تعهد ابن الواحة الكريم الأصيل أن لن يدخر هو وأهل بيته جهدا في مطالبكم. وبالطبع انتفضت الواحة في إثر ذلك الإعلان والبشارة، فإن الواحة للتو قد خرجت من سنوات عجاف انقطع فيها الشباب عن الزواج بسبب الفقر والحاجة. وفي نفس الليلة تهافت الشباب وأهل الفتيات في الوفود إلى منزل الرجل وساحته. كان السيد زكريا يجلس إلى الرجال والشباب من راغبي الزواج لعدد من الساعات، يتعرف عليهم وعلى أحوالهم، ويسأل عن أصلهم وفصلهم وحسبهم ونسبهم، وكذلك تفعل الزوجة، حيث تجلس مع السيدات تتسامر معهم وتتعرف على الفتيات في سن الزواج وتسأل عن حال الآباء. مرت الأيام الثلاثة التالية سريعا والشباب تتوافد على بيت السيد زكريا، ومع نهاية اليوم دب اليأس في قلب الرجل، والذي جلس إلى زوجته يتنهد ويقول: لقد تعرفت إلى عدد من الشباب في الأيام السابقة أكثر مما عرفت في حياتي كلها، هل من المعقول أن تكون واحة صغيرة مثل واحتنا تضم كل هذا العدد من الشباب؟ انظري كم الطلبات وكم الشباب الراغب في الزواج، حتى غيث مرافق المخلص يريد الزواج، كيف يمكننا الآن أن نساعد كل هؤلاء في الزواج؟ أشعر يا زوجتي العزيزة وكأننا قد وقعنا في فخ كبير. قالت الزوجة وهي تحاول أن ترسم البسمة على وجهها: لا تنسى أن الواحة إلى الآن تعاني من تلك الضائقة التي مرت بها، وأما أمر تدبير الزواج فهو سهل، وكل ما علينا الآن جمع بيانات الشباب وعرضها تباعا على الفتيات وأمهاتهن، ولا شك أن النصيب والقدر سوف يساعدنا، فنحن نريد الخير للناس. دع تلك المسألة لي،
ولكن المهم الآن، هل عثرت على من تشتبه به؟ هل وجدت ذلك الشاب الذي لا نعرف له أبا من الواحة وهو يعيش مع والدته؟ لابد أن نبدأ في الجزء الثاني من الخطة سريعا. قال الزوج وبيأس شديد: حتى الآن لا يمكنني أن أقول أنني قد عثرت على ذلك الشاب صاحب الكنز، لكن هناك ثلاثة من الشبان والذين ولدوا هنا بعد أن حضروا مع أمهاتهم أجنة في أرحامهن ولم نرى آباءهم، وماذا عنك يا زوجتي؟ قالت الزوجة في سعادة واضحة: وأنا لم أعثر حتى الآن سوى على فتاة واحدة اسمها أمل، وهي تعيش مع والدتها التي جاءت بها منذ سنوات. والآن أخبرني بكل من تشتبه فيهم، وسوف أقوم بزيارة أمهاتهم غدا، وسوف أعرض عليهم هذا الخاتم الذي كان بحوزة الغريب، وكذلك الخنجر الذي كان يحمله، وعندها سوف نعرف إن كانت واحدة من السيدات سوف تتعرف عليه أم لا. وبالفعل أخرج زوجها الخاتم والخنجر الذهبي الذي احتفظ بهما من الغريب وناولهما إلى الزوجة. وفي صباح اليوم التالي بدأت زوجة السيد زكريا رحلتها في الواحة، حيث ذهبت أولا إلى منزل غيث المرافق لزوجها، وجلست إلى أمه والتي كانت تعرفها من قبل، وفاتحتها بالحديث حول رغبة ابنها في الزواج وكمية الفتيات في الواحة واللواتي يردن العفة وكذلك الفتيات من خارج الواحة. تعجبت أم غيث وسألت عمن يكون ذلك الغريب الذي يريد أن يزوج ابنته من أبناء الواحة. وهنا أخرجت الزوجة الخاتم والخنجر وقالت: إن السيد زكريا زوجي له أصدقاء كثر في المدن والقرى المجاورة، وأحدهما يريد أن يزوج ابنته إلى شاب قوي وصالح من أهل الواحة. انظري إلى هذا الخاتم والخنجر، إنهما لوالد الفتاة والتي أتحدث عنها. تناولت السيدة الخاتم ونظرت إلى الخنجر وقالت: من الواضح أن صاحب هذا الخاتم والخنجر رجل من الأثرياء. قالت زوجة السيد زكريا: وهل سبق ورأيت مثل هذا الخاتم والخنجر؟ ونفت السيدة بكل حزم رؤيتها للخاتم أو الخنجر سابقا. ومع هذا فقد حاولت زوجة زكريا أن تسأل من جديد: هل كان والد غيث يضع مثل هذه الحلى؟ قالت السيدة: بالطبع لا، لقد كان بخيلا، والحمد لله أنني قد تطلقت منه. شعرت الزوجة هنا بخيبة الأمل وطلبت الإذن بالانصراف، وتعهدت أن تنظر بنفسها في طلب غيث وأن تجد له أفضل فتاة في الواحة كلها. وعلى الفور توجهت إلى منزل الشاب بالتالي، وفعلت مع والدته ما فعلته مع أم غيث حتى تتبين إن كان الغريب والد ابنها أم لا، وقد كانت النتيجة نفسها، فتلك السيدة قد جاءت إلى الواحة وهي حامل ومعها فتاة كبيرة هي ابنتها. لم يكن منزل الشاب الثالث أفضل حالا، فلقد تبين لزوجة زكريا أن والد الشاب وزوج السيدة كان يعمل مزارعا في واحة قريبة، وأنها قد عادت للواحة إلى منزل والدها بعد طلاقها من الرجل. وأخيرا توجهت الزوجة الصالحة إلى منزل الفتاة أمل والتي استقبلتها بكل ود وترحاب، وجلست إلى والدتها تتحدث معها وقالت: إن شابا صالحا من خارج الواحة يريد الزواج من إحدى فتيات الواحة. وأخرجت الخاتم والخنجر أمام والدتها وقالت إنه لوالد الشاب. وما إن رأت أم الفتاة
الخاتم والخنجر حتى انتفضت وقالت: لا، لا يمكن أن تتزوج ابنتي من ابن صاحب هذا الخاتم. قالت زوجة زكريا وهي مندهشة وبسرعة: ولما لا يا أم أمل؟ قالت السيدة بسرعة وارتباك: يبدو أن صاحب هذا الخنجر والخاتم من الأثرياء، وابنتي كما تعرفين فقيرة، وهؤلاء الأثرياء لن يقبلوا أن تكون زوجة ابنهم مثل ابنتي. قالت الزوجة في هدوء: هل هذا هو السبب فقط؟ كان الارتباك والقلق على ملامح أم أمل واضحا وجليا، ولكنها تماسكت وقالت: حتى وإن كان هناك أسباب أخرى، فالقول الفصل هنا أن ابنتي لن تتزوج إلا من كان في نفس مستواها، فهؤلاء الأغنياء سيظلمون ابنتي ولا يمكن العيش معهم بأمان. توجهت هنا زوجة زكريا بالسؤال وقالت: ما اسم والد أمل وما هي مهنته؟ ردت السيدة وقالت: كما قلت لك سابقا، إن والدها كان تاجرا بسيطا وكان يدعى صادق، وقد مات في إحدى سفراته، وقد تركنا في حالة من الفقر المدقع، وهذا ما دفعني للمجيء للعيش في الواحة بعيدا عن الناس. وأخيرا تبسمت زوجة زكريا وقد علمت أنها قد عثرت على ضالتها، فقالت جملتها الأخيرة: ولكن الشاب لا يعوض، وقد سمعت أنه ذو أخلاق عالية وطيب القلب. وهنا قاطعت أم أمل حديث المرأة وقالت: هذا حرام ولا يجوز يا سيدتي، وتوقفت عن الكلام وكأنها قد تسرعت بالإجابة. نظرت إليها السيدة مليا وقد عرفت أن أم أمل ظنت أن هذا الشاب المتقدم لأمل هو ابن زوجها، أي أخوها، وهذا حرام ولا يجوز، وقد عرفت ضالتها. أنهت جلستها ونهضت وعادت بالبشرى إلى زوجها، والذي حمد الله كثيرا أنه قد عرف أخيرا صاحبة الكنز. وهنا تبقى الجزء الثالث من الخطة. مرت الأيام الباقية والرجال في الواحة لا حديث لهم إلا عن عهد السيد زكريا الذي قطعه أمام الجميع بتوزيع الكنز على أهل الواحة إن لم يعثر على صاحب الأمانة. أما النساء والشباب فلا حديث لهم إلا عن ترتيبات الزواج الذي سوف يجمع 50 من شباب الواحة مع 50 من الفتيات. لقد بذلت زوجة السيد زكريا مجهودا مضنيا وعملت كالخاطبة في تسهيل الزواج ما بين الشباب. وأخيرا طاف المنادي في الواحة كلها يعلن عن حفل الزفاف المرتقب للجميع في نفس يوم انتهاء مهلة السيد زكريا، وهذا ما أشعل الحماس في واحة السلام. وبالفعل وكما هو متوقع لقد تجمعت الواحة كلها في الخلاء على أطراف الواحة يشهدون أكبر حفل زفاف في تاريخها، والذي دعا إليه السيد زكريا وأخبرهم أنه سوف يقوم بإعلان هام. وكان الجميع ينتظر أن يكون هذا الإعلان عن تقسيم الكنز. وقبل إعلان الزواج تقدم السيد زكريا أمام الجميع ومن خلفه الجمل المحمل بالكنز والأمانة الخاصة بالغريب، ووقف أمام الناس وخطب فيهم وقال: منذ 3 أسابيع وجدت على أطراف الواح رجل يحتضر، رجل قد جمع كل ثروته وجاء إلى هنا باحثا عن وريثه الوحيد وابنه الذي لم يره من قبل في حياته. ذلك الرجل حال بينه وبين زوجته أطماع والده وجشع أخيه، وقبل أن يموت أوصاني أن أعطي ثروته كاملة إلى ذلك الطفل والذي حرم حنان الأب، ولكنه مات قبل أن يخبرني
بأي تفاصيل قد تساعدني. لا أعرف للغريب اسم أو وطن، ولا أعرف اسم أم طفله حتى، ولكن الله ما كان ليتركني دون هداية، والحمد لله لقد عثرت على صاحب الكنز، أم علي أن أقول صاحبة الكنز، وهي ابنتنا أمل، ابنة الغريب. واليوم وفي زفافها على ابننا غيث مرافق الحبيب، أعطيها أمامكم ميراثها عن والدها، وأقول لها ما أوصاني والدها أن أقول، فلقد كانت آخر كلماته: أرجوك أيها السيد أخبره أنني أحبه، وأنا هنا أقول لابنتنا أمل: إن والدك كان يحبك على الرغم من أنه لم يعلم عنك أي شيء. انهمرت الدموع من عيون بعض الحضور، ولكنها كانت غزيرة من مقلتي أمل وأمها التي لم تصدق ما تسمع، فقد ظنت أن زوجها قد تهرب منها ورضخ لكلام والده وشقيقه. وأمام الجميع تسلمت أمل ثروتها وكنزها بعد أن تقدمت أمها وأخبرت الجميع بما كان من خبرها قديما، وأكدت على ما قاله السيد زكريا وقد شكرته لأمانته، والذي عرض حياته للخطر لأدائها. لم تشهد الواحة من قبل أو من بعد مثل ذلك اليوم المهيب الذي كان بداية عهد رخاء في واحة السلام، وخاصة وأن أمل قد استخدمت الكنز في زيادة التجارة إلى الواحة، وساهمت في فعل الكثير من الخير من خلال توزيع جزء من الثروة العظيمة على فقراء ومساكين الواحة. وعاشت الواحة لفترة طويلة تنعم بالأمن والرفاهية والراحة بسبب أمانة رجالها وشجاعتهم وذكاء وحسن تصرف سيداتها. وأصبحت أمل وزوجها غيث من أعيان واحة السلام، ولم يردا محتاج أو مسكين، وقد ذاع صيتهما بالكرم والجود والذي ساهم بشكل كبير في تقدم الواحة في شتى مجالات الحياة. انتهت الحكاية.